اليوم تقسمنا معكم الحصيلة ديال استغلال المشاريع المهيكلة ديال قطاع السكك الحديدية اللي عطى الانطلاقة ديالهم سيدنا الله ينصرو في 15 و17 نوفمبر 2018. على سبيل التذكير نذكروا بان صاحب جامع صلاح الله عطى انطلاقة القطاع الفائق السرعة طنجة الدار البيضاء في 15 نوفمبر و17 نوفمبر، كانت كذلك انطلاقة التشغيل ديال الرباط اكدال وكذلك طنجة وقنيطرة الدار البيضاء المسافرين وبنقرير ووجدة، كذلك اعطى الاذن بتشغيل التثنية الكاملة ديال الدار البيضاء مراكش وكذلك التثبيت ديال القنيطرة الرباط. كل هذه المشاريع المهيكلة مكنت اننا يكون برنامج ديال سير القطارات ابتداء من 26 نوفمبر اللي خذا بعين الاعتبار جميع هاد الانجازات. اذا الحصيله من بعد سنه نتكلموا على القطار الفائق السرعه البراق، فالبراق حاليا هو 28 قطار في اليوم، 14 في الدار 14 في الايام بوتيره قطار على راس كل ساعه. البراق هو كتد الملايين ديال المسافرين في السنه. البراق هو 97% ديال النسبه من انتظام سير القطارات. البراق هو النسبه ديال الرداد الزبانه اللي كتفوق 92%. البراق هو تعريفه اللي هي في متناول جل الشرائح ديال المجتمع المغربي. البراق هو التساؤل اللي كان كيتطرح نظرا ان التسعيره كتبقى منخفضه مقارنه ما هو ملاحظ في الدول اللي طورت القطارات الفائق السعاسيين في اوروبا، هل تمكن هذه المداخل انها تغطي المصارف الاستغلال؟ الجواب نعم. من بعد سنه ديال الاستغلال الحصيلة انه على الرغم من ان المداخل هي منخفضه مقارنه ما يلاحظ في الدول الاوروبيه، الا انه المنظومه ديال الاستغلال كانت في واحد الاطار وتمت فيها واحد الهندسه، واستفدنا فيها كذلك التنافسيه ديال الكلفه ديال المغرب اللي كتمكن ان المداخل ديالنا كتغطي جميع المصارف ديال الاستغلال. البراق كان كذلك عنده انعكاس على باقي القطارات لان نفس المنظومه ديال السير لا في التعريفه لا فيما يخص الحجز المسبق طبقنا في قطارات الخط اللي هي قطارات الاطلس، وبالتالي فكذلك شافت النسبه ديال الانتظام ديالها ارتفع. قطارات الاطلس كتفوق 90%، قطارات المكوكيه السريعه كتفوق 93%. النسبه ديال التطور ديال المسافرين في المحور ديال الدار البيضاء مراكش ارتفع ب 21%. محطه بحال طنجه النسبه ديال الارتفاع عدد المسافرين من يناير من اكتوبر 2019 مقارنه مع 2018 ارتفاع 80% تقريبا، انه تم ضعف ديال عدد المسافرين مقارنه مع العشر اشهر ديال 2018. كذلك انعكاس على القطاعات باقي القطاعات السوسيو اقتصاديه اللي كاينه في بلادنا، شهادات ديال الفاعلين في ميدان السياحه اللي كيتكلموا على الطفره اللي عرفوها المبيتات في طنجه، كذلك الانعكاس الايجابي فيما يخص المخطط ديال التصنيع وديال الصناعه واللي كتستفيد منه القنيطره بشكل هام، والدل على ذلك المصنع ديال بيجو سيترون في قنيطره اللي بدينا النقل ديال العربات اللي مصنوعه في قنيطره من قنيطره ميناء طنجه المتوسط، وما كان يكون ذلك ممكنا ان لم تكن هناك طاقه استيعابيه في الخط العادي، واللي اصبحت ممكنه لان حررناها من بعد ما المسافرين مشاو القطار الفائق السرعه. كذلك كل الامكانات فيما يخص التطبيب والتمريض في مدينه الرباط حاليا هما في المتناول ديال الساكنه طنجه اللي كتجي تقضي المآلي ديالها لا اقول في اليوم بل في نصف يوم. كذلك كل ما يتعلق بالخدمات وما يتعلق بالتجار والتجاره ما بين طنجه والدار البيضاء، هذه السهوله والتسهيل ديال التنقل ديال المواطنين باش يقضوا المآلب ديالهم. كذلك ان ميناء كطنجة المتوسط بحكم بان حررنا الطاقه على المحور اللي هو الخط العادي غادي يمكن
كذلك ان باقي مناطق المغرب واللي هي مربوطه بشبكه السكك الحديديه انها تستفيد من التنافسيه ديال الحاويات اللي كتجي من طنجه المتوسط. وبالتالي فهذا الشيء اللي يمكن نقوله هو انه القطاع الفائق السرعه ما جاش معزل على باقي التطورات اللي عرفتها جل القطاعات في بلادنا في اطار النظره الثاقبه لبلادنا وعلى اساس صاحب نصره الله، لان ربط بحال اللي كنا كنقولوا القطب الاقتصادي الواعد اللي هي طنجه والجهه ديال طنجه بالعاصمه الاقتصاديه اللي هي الدار البيضاء مرورا بالقنيطره مع المشاريع اللي كاينه في قنيطره مرورا بالرباط ومع كل المشاريع اللي ديال التاهيل ديال المدن، كل هذا الشيء كيندرج في واحد النظره اللي هي شموليه واللي في واحد النوع من التلاقي ديال السياسات، واللي الحمد لله حاليا كنشوفوا النتائج وكنقطفوا الثمار الاولى ديالها في هذه السنه، وان كانت سنه غير كافيه اننا نجيو نديروا الحصيله، لان هذا الشيء ان شاء الله الانعكاس الايجابي ديالو غادي سيلاحظ سنه من بعد سنه، والحمد لله هذا التلاقي في السياسات، لان حتى ميناء طنجه المتوسط انه الوقع ديالو لا على جهه طنجه لا على جهه قنيطره لا على الدار البيضاء، كذلك في السنوات القادمه مثلا التلاقي ديال هذه السياسات كذلك غادي يمكن هذا، وبالتالي فهذا الشيء يدل على شيء، فانما يدل على ان السياسات المتبعه في التطوير ديال البنيه التحتيه اللي سبعتها بلادنا تحت القياده الرشيده صاحب الجلاله اليوم كتعطي النتاج ديالها وكتدفع بنا اننا للتفكير ان هذه النجاحات انها ننقلوها لجهات اخرى باش يمكن اننا نواكبوا التطور السوسيو اقتصادي اللي كتطمح له بلادنا. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.